وتنضم إلينا نادية البلاسي محلل الأسواق المالية في إكويتي جروب. أهلا بك نادية. بداية عم نشهد التراجعات القوية التي تضرب أسواق النفط خاصة مع الإغلاقات وأيضا ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في الصين أكبر مستوردي الخام. برأيك كيف من المتوقع أن تكون تحركات أسواق النفط في الفترة المقبلة؟ أسعار النفط قد بدأت بالفعل في الاتجاه الهبوطي لثلاثة أسابيع، وشاهدنا WTI تحرك من مستويات 85 إلى مستويات 80 وحتى 79 دولار للبرميل، وهذا منخفض كالسعر، وبرنت وصل أيضا إلى مستويات 92 دولار للبرميل. وشاهدنا تباطؤ وتيرة أسعار النفط، وذلك بسبب عاملين: أولا الإغلاقات في الصين وارتفاع حالات كوفيد-19، وأيضا هناك مخاوف ركودية لا تزال مستمرة في الأسواق في جميع الاقتصادات حول العالم، لا سيما مع الصين على أنها واحدة من أكبر المستوردين للنفط الخام، وأيضا التي تشكل ب 60% من الواردات النفطية، وهذا يؤثر حقيقة على النفسية في الأسواق، وهذا بعد القرار بتخفيض الإنتاج من قبل أوبك، ولذلك أصبح الوضع أسوأ، ولذلك أصبحت أسعار النفط منخفضة في الوقت الحالي. دعينا نعرج على محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي ومجموعة من قراءات مؤشري مديري المشتريات في الولايات المتحدة الأمريكية هذا الأسبوع. ما هي توقعات الأسواق لهذا الأسبوع، خاصة يعني بعد أسبوع يبدو فيه كثير من التحرك في نطاقات ضيقة عرضية؟ لقد شهدنا هذا الأسبوع أن الأسواق قد احتسبت بالفعل 50 نقطة أساس، وذلك من قبل الفيدرالي. والآن نحن نتطلع إلى مؤشرات اقتصادية أخرى وهي مهمة جدا، مثل مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة والتي كانت أفضل من المتوقع في الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة، والآن يوم الجمعة السوداء والذي كان في نفس الأسبوع مع قرار الفيدرالي وتباطؤ الوتيرة، أعتقد أن هذا سيكون مهما بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، وذلك لرؤية القوى الشرائية للمستهلك وثقة المستهلك، لأن الجمعة السوداء لا يزال من أهم الأيام الخاصة بالتسوق في العام، والتي تختبر كيف يسلك المستهلك على الرغم من ارتفاع التضخم وارتفاع الأسعار، إلا أننا من المرجح سنرى ارتفاع في المبيعات، وهذا يعني أن الاقتصاد الأمريكي في الواقع على أداء جيد في الأسواق، لا سيما مع مبيعات التجزئة، على الرغم من أن التجديد وتجديد السياسة النقدية، إلا أن الاقتصاد لا يزال يشهد ارتفاعات مع التوقعات التي تشير إلى ركود، ولكن لدينا أرقام اقتصادية جيدة ومع نفس وتيرة التجديد. نعم نادي، عم نشهد بعض التحركات الإيجابية اليوم على الدولار خاصة من بعد التصريحات من قبل أعضاء الفيدرالي الأمريكي، هذه التصريحات المتشددة فيما يتعلق برفع الفائدة، وهناك من ذكر بأنه هناك حاجة لرفع الفائدة ما بين نطاق 5 إلى 5.25 تقريبا في المئة لنطاق الفائدة. برأيك كيف ستكون التحركات على أداء المؤشر الدولار خلال الفترة المقبلة خاصة من بعد هذه التصريحات؟ الدولار الأمريكي قد يستمر في التذبذب هبوطا وصعودا، ولأن سياسة التجديد لا تزال مستمرة، وطالما أن لدينا هذه السياسة التجديدية سوف نستمر في أن نرى أن الدولار متذبذب، لا سيما كما قلت من قبل أن هناك مؤشرات اقتصادية قوية في الاقتصاد الأمريكي، وواقع أنه لم يتغير أي شيء منذ أن
تم البدء في السياسة التجديدية والسياسة الاقتصادية أيضا ستشهد أي تأثر، وبالتالي عندما لا تكون أو عندما لا يكون الاقتصاد متأثرا فإن الدولار سيستمر في الارتفاع والتذبذب، ولكن سيكون هناك تصحيح. ولكن حتى وإن كان هناك تراجع في وتيرة التجديد سوف تظل وتيرة التجديد مستمرة، ولذلك سيستمر الدولار عند مستويات الحالية لا سيما أنه ملاذ آمن. شكرا جزيلا لك نادية البلاسي، وأنت محلل الأسواق في إكويتي جروب.